وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. خطبة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه، والتي ألقيت في مسجد التوحيد بكريم حضرموت اليمن بتاريخ 11 من شهر الله رجب الحرام لعام 1441 من الهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء موجود على هذه الأرض ويحدث في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره، وقد قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فما من مصيبة ولا حادثة ولا حركة ولا سكون ولا أخضر ولا يابس ولا رطب ولا جاف ولا بحر ولا بر ولا أي شيء إلا قد قدره الله سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا الذي يجب أن نعتقده ونعلمه، وهو الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصغار قبل الكبار، كما جاء في حديث ابن عباس المشهور الذي عند الترمذي وغيره، قال: كنت غلاما خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضرك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى كما في آية السحر: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل النفع ويحصل الضر بإذن الله تقدر المقادير، وبأمر الله ينزل القضاء والقدر، فلا أحد خارج عن حكم الله وعن قضاء الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه حقيقة الإيمان، وهذا هو أصل الإيمان، أن تعلم أن ما قدر الله كان، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالآجال مكتوبة، والأرزاق مقسومة، والأعمار محفوظة، وأنت تسير فيما قدر الله عز وجل لك في أجلك وفي رزقك وفي أمورك كلها. وقد جعل الله عز وجل للإنسان مشيئة داخلة تحت مشيئة الله، وإرادة داخلة تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، من حيث ما علمه الله عز وجل بسمعه، مما خلق الله عز وجل له من السمع والبصر والفؤاد، وما أنزل من الكتب وأرسل من الرسل، وأقام الحجج على خلقه، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فإذا الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وبكل شيء محيط سبحانه وتعالى. وما هذه الأمراض والأسقام والأوجاع إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، قد علمها الله عز وجل بأسمائها ومسمياتها وأحداثها وأحوالها وأضرارها وظواهرها وبواطنها، وما سيكون من ضحاياها وما سينجو منها، قد علم الله سبحانه وتعالى ذلك، وقد كتبه الله سبحانه وتعالى عنده: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل شيء مكتوب، وكل صغير أو كبير مكتوب ومقدور. سبحان الله، هذا ربنا سبحانه وتعالى. إذن فعلام التهويل من أمراض وأسقام وأوجاع، الموت يأتي بها أو بغيرها، الموت يأتي بسببها أو بغيرها، الموت يأتي بسبب أو بغير سبب. إن الأمراض لا تقرب الآجال، الأمراض لا تقدم في أجلك، والصحة لا تؤخر في أجلك، الأجل محتوم ومحكوم ومعلوم. جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بداية الخلق قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. هذا قبل أن تخرج من بطن أمك، بل هذا قد جعله الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا من علم الله سبحانه وتعالى، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. عباد الله، إنما تعبدنا الله عز وجل بالعمل بالأسباب الشرعية، كما قال الله عز وجل عن ذي القرنين: ثم أتبع سببا، أي فيما مكنه الله سبحانه وتعالى. ألا وإن الوقاية من الأمراض أو الأسقام تكون حسية ومعنوية، والمعنوية أعظم حفظا وأبلغ في دفع هذه الأوبئة
والأسقام والأوجاع. فمن ذلك التعوذات والتحصينات والأدعية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. هذا من التحصينات العظيمة والتعويذات العامة لك يا عبد الله في صباحك ومسائك، لا يحتاج إلى أن تذهب هنا أو هناك، تقولها مع بداية الصباح وتقولها مع بداية المساء، فيحفظك الله سبحانه وتعالى آناء الليل وآناء النهار. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما من عقرب لدغتني البارحة، أي لو تعلم ما عقرب لدغتني البارحة فآذتني وأضرتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، أي تقولها عند نزولك منزلة أو في صباحك أو في مسائك. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم يصبه شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. أمان من الله سبحانه وتعالى، وعليه ضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك لو قلت هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات عند نزولك منزلا، لا يضرك شيء ما دمت في ذلك المنزل حتى ترتحل. من نزل منزلا، هنا منزلا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي منزل. السيارة منزل، مع دعاء الركوب تركب سيارتك فتأتي بدعاء الركوب وتقول هذا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. إذا جلست على الرصيف أو في عملك أو في دكانك أو في بسطتك أو هنا أو هناك فقلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. إذا دعيت إلى أحد من الأشخاص في وليمة أو نحو ذلك فنزلت هذا المنزل فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. عند أن تأوي إلى فراشك تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا من المنزل أيضا. إذا دخلت البحر أو جئت كريفا أو نهرا فغصت فيه أو سبحت فيه فقلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم يضرك شيء حتى ترتحل من ذلك المنزل. إذا دخلت قرية أو هبطت مدينة فقلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لا يضرك شيء حتى ترتحل من ذلك المنزل. أيضا إذا نزلت من على سيارتك أو من على دابتك، سواء كان نزولك إلى منزلك أو إلى عملك أو لتقضي حاجة من حوائجك في سوق أو نحوها، فعند نزولك تذكرت هذا الذكر فقلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حفظك الله سبحانه وتعالى ما دمت في ذلك المنزل حتى ترتحل منه. انظر كيف أن الله عز وجل يرعانا ويحفظنا آناء الليل وآناء النهار بكلمات يسيرة وأدعية خفيفة. قل: من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من يحفظكم إلا الله سبحانه وتعالى.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا من باب اتخاذ الأسباب. كذلك أيضا جاء عند النساء وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات في الصباح وفي المساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهو المحفوظ صلى الله عليه وسلم بحفظ الله، ومع ذلك كان يعمل بالأسباب. غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك كان يستغفر الله سبحانه وتعالى. قد تاب الله عليه من قبل ومن بعد، ومع ذلك كان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله قد أخبره: والله يعصمك من الناس، ومع ذلك كان يتخذ الأسباب فيلبس الدروع ويظاهر بينهما، أي يلبس الدرعين أحدهما فوق الآخر، ويلبس المغفر فيغطي رأسه من الضربات والطعنات والرميات. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان لا يدع هذه الدعوات في الصباح وفي المساء. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا يا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الأمراض والأوبئة والأسقام والأدواء قبل أن تأتي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الأدواء جمع داء، وهي الأمراض والأسقام والأوجاع. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. دعاء عام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فإن النعم لا يؤمن أن تزول، وإن البلاء لا يؤمن من فجأته ومداهمته للعبد. فهكذا يكون العبد متحصنا بالله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما تقدم شيء من أشياء وأسباب من أسباب وأدعية من أدعية وتعوذات من تعوذات علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنحفظ أنفسنا، لنحفظ عافيتنا، لنحفظ صحتنا، لنحفظ أبداننا، لنحفظ أدياننا، لنحفظ ما نحب ومن نحب. ولذلك نخبركم عباد الله بشيء مما ذكره أصحاب الإحصائيات في هذا المرض المنتشر وفي غيره من الأمراض في خلال الشهرين الماضيين من هذه السنة الميلادية 2020. هذا إحصائية من جامعة هامبورغ في من توفي في خلال الشهر الأول شهر يناير، والشهر الثاني شهر فبراير. وهذه الإحصائية التي يذكرونها من توفي بهذا المرض كان سبب وفاته هذا الفيروس، فيروس كورونا. ذكروا أنهم ما يقارب 2360 شخصا
من توفي خلال هذين الشهرين، أما من توفي بسبب نزلة البرد العادية التي نسميها بالزكام، اسمعوا إلى هذه الإحصائيات. بنزلة البرد العادية 69,602 شخصا على مستوى العالم، فأيهما أكثر، الذي يحصد بنزلة البرد العادية الزكام أم بهذا الفيروس؟ كذلك أيضا من توفي بسبب الملاريا، بلغت الإحصائيات 584,140 شخصا الذي توفي حول العالم بسبب الملاريا، مع أن الملاريا عند الناس أمرها سهل وأمرها بسيط. أيضا من قتل نفسه منتحرا حول العالم 153,696 شخصا من توفي بسبب حوادث الطرق حول العالم، أيضا 193,479 من توفي بسبب الإيدز 240,950 من توفي بسبب تناول الكحول أي الخمر والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم، بلغ عددهم 358,471. هذا من المسكرات التي حصدت من أرواح البشر سواء مسلمون أو غير مسلمين حول العالم في شهرين، نسأل الله العافية والسلامة. من مات بسبب التدخين بأنواعه وأشكاله وألوانه 716,498 حول العالم، هذا وفيات بسبب التدخين في شهرين اثنين، فكم يحصل التدخين في كل سنة؟ وهكذا من مات بسبب السرطان 177,141، كل هذه وفيات. تجد أن أقل الوفيات في خلال الشهرين من توفي بهذا المرض. يا عباد الله، الخوف الطبيعي مطلوب، الخوف الطبيعي الذي يلجئك إلى الحذر والعمل بالأسباب الشرعية، العمل بالأسباب الشرعية، لكن لا حذر من قدر. ما قدره الله سبحانه وتعالى كان، لكن لا يعني أنك لا تأخذ بالأسباب، لكن لا يهول ولا يبالغ من أمر هذه الأمور، لأن الموت آت للصحيح، آت للمريض، آت للصغير، آت للكبير، للحاكم، للمحكوم، للرجل، للمرأة، لأي شخص، لأي كائن، كل نفس ذائقة الموت. قال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلماذا يخوفون الناس ويخوفون أهل الإسلام من هذه الأمراض ومن هذه الأسقام؟ إن المقصود هو عقيدتك يا عبد الله، أن تهتز هذه العقيدة فتخاف من مخلوق، هذا الفيروس مخلوق تخاف منه أكثر من خوفك من الله عز وجل، فتبلغ درجة الشرك بالله سبحانه وتعالى. هكذا يا عباد الله، أيضا انظر إلى قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى، الذي أخاف العالم كله من مخلوق لا يرى بالعين المجردة، من مخلوق ليس معه أسلحة بيولوجية أو كهرومغناطيسية أو نووية أو ذرية، كيف أرعب العالم؟ هذا لتعلم أن الله سبحانه وتعالى قوي لا يغلب. الله عز وجل لما جاء إبرهة الأشرم بفيالته الضخمة وبجيشه الجرار يريد أن يهدم الكعبة، ماذا كان من أمره؟ حقر الله أمره وصغر أمره، فأرسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، جاء بالفيلة الضخمة فأرسل الله عليه طيرا ترميه بحجارة مثل الحمصة أو أقل من ذلك. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في آخر الزمان لما يخرج يأجوج ومأجوج وهو
هم من بني آدم لا قبل للناس بهم، لا يقف أمامهم شيء إلا سحقوه، حتى أنهم يشربون مياه البحار والأنهار، نعم يا عباد الله، يأكلون ما يجدونه أمامهم من حجر أو شجر أو طير أو وحش أو آدمي. فيوحي الله عز وجل إلى عيسى بن مريم أن حرز قومي إلى جبل، فإنه قد خرج قوم لا قبل لكم بهم. ماذا يكون من آخر أمرهم مع خطورتهم وعظم خلقتهم؟ يرسل الله عز وجل عليهم النغف، الدود الذي تأتي للجمال. انظر هذا المخلوق العظيم، هذه القوة الجبارة، يرسل الله عز وجل عليه دودة، دودة تأتي للجمل، ما تقتل الجمل لكنها تقتل هذا الشخص، تقتل هذا المخلوق مع خطورته وقوته. نعم يا عباد الله، الله عز وجل على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذه الأدعية والأوراد والأذكار إنما هي على حسب حاملها وعلى حسب قائلها، فكلما قوي إيمانك وازدادت ثقتك بالله سبحانه وتعالى فإنها تنفعك، وإذا قلتها غير مبال بها فإنه قد يصيبك ما يصيبك، وعندئذ لا تنفعك الندامة. عباد الله، أيضا وإن الأخطار التي تهدد الدين وتفسد العقائد والمناهج أخطر وأخطر من الأخطار والأمراض التي تفسد الأبدان، فإننا سنموت ونرحل من هذه الدنيا، مرضنا أو لم نمرض، أصابتنا من هذه البلايا أو لم يصبنا شيء، فكل إنسان سيموت وكل مخلوق سيموت، كل من عليها فان، لكن دينك إذا مرض، دينك إذا فسد، دينه إذا لم تحافظ على عافيته من البدع ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. وتعلمون ما في هذا الشهر، شهر رجب، من البدع الكثيرة العظيمة المتفشية المنتشرة. نعم يا عباد الله، والناس لا يبالون بها ولا يحذرون منها ولا يحذرون منها ولا يتخذون الأسباب التي تقيهم من شرها. وكذلك الشرك المنتشر الذي رفعت راياته وشيدت أضرحته ورفعت قبابه هنا وهنا على مرأى ومسمع من الناس، والناس لا يخافون من فشو هذه المظاهر التي هي مؤذنة بمقت الله وسخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن هذا مؤذن بدمار العالم وهلاك الناس جميعا. والناس في أمن وفي دعة وفي راحة، لا تتأثر قلوبهم ولا تندى جبينهم من فشو هذه المنكرات. وهكذا أيضا يا عباد الله، فشو المعاصي من الزنا واللواط والربا، فإن هذا مؤذن بتنوع العقوبات على الناس. قال كعب الأحبار: فإذا انتشر الوباء فاعلم أن الزنا قد فشى. وكذلك أيضا يا عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: وما شعت الفاحشة في قوم إلا ظهرت الأسقام والأوجاع التي لم تكن معروفة في أسلافهم. ومما تحفظ نفسك يا أيها المسلم، تفقه في دين الله لتحفظ دينك وإيمانك وعقيدتك من البدع والخرافات والشركيات والخزعبلات، ومن أن يضحك عليك أهل الأهواء فيستخفون عقلك ويضلونك عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الخوف من الله، قال الفضيل بن عياض كما ذكر أبو نعيم في الحلية، قال: من خاف من الله لن يضره شيء، ومن لم يخف من الله لم ينفعه أحد. هكذا الخوف من الله، إذا كنت ممن يخاف الله ويخشون الله في السر والعلن والليل والنهار، فإنه لا يضرك شيء بإذن الله. وإذا انتهت حرمات الله وتعديت على حدود الله ولم تراقب الله ولم تخش الله ولم تخف من الله، لن ينفعك أحد. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان لقمان الحكيم يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. هذه الدعوة: قل: اللهم إني أستودعك نفسي، أستودعك شبابي، أستودعك صحتي،
عافية بدني، عافية ديني، استودعك أهلي، استودعك أولادي، استودعك زوجتي، استودعك أهل بلادي، استودعك أمننا وأماننا واستقرارنا، يحفظ الله عز وجل علينا ذلك كله. وإن شئت قل اللهم إني أستودعك ما أحب ومن أحب، فإن الله يحفظ عليه ما تحب ومن تحب. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ما نحب ومن نحب. اللهم إنا نستودعك ما نحب ومن نحب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.